بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد، والذي يتعلقنا طبعا بالنص الشعري، طبعا اللي هو أول نص شعري اللي هو أعود إلى وطني. نعم، نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأتوقع، تعبر الصورة، نعم تعبر الصورة عن رحيل عودة أنفسها. نعم، هذه الصورة طبعا فهي تعبر عن عودة، والعنوان أعود إلى وطني هذا طبعا يعبر عن عودة. نعم، عودة إلى الوطن. استمعوا أو جيدا، أعود إلى وطني. لما تعود الطير للوكر والبشر في أوصالها يسري، وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر، وترد ضفدعة على أخرى بنقيقها في ضفة النهر، وكأنها من نشوة البشرى في الجحر تلمس بهجة القصر. أزداد حبا فيك يا وطني في ظلك الممدود يا وطني، وعلى تلالك أو على الجبل، وبمائك المنساب متئدا وبعشبك المخضر كالأمل. إني رأيت الخير محتشدا ينساب مختالا على مهلي، فعشقت حسنك دائما أبدا، ووددت لما ينتهي أجلي ألا يغيب صداك عن أذني. طبعا اقرأوا النص الشعري أكثر من 3 مرات حتى تتمكنوا من الاستيعاب منه، ثم بعدها سنجيب عن الأسئلة. نعم، أكمل العنوان بما يناسب. أعود إلى وطني، هل هي بعد غيبة، بعد رحلة، بعد سفر؟ نعم، أعود إلى وطني بعد غيبة. بعد غيبة. نمر إلى السؤال الموالي. أصل كل كائن بما طبعا يحس عندما يعود إلى محله. الطير، النملة، الضفدعة، ثم هنا البشر، الفخر، النشوة. طبعا إذا رجعنا النص بالنسبة للطير، النص لما تعود الطير الوكر والبشر، إذن الطير البشر في أوصالها يسري. أما النملة، ما النملة؟ وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر، إذن النملة طبعا عندما يعود إلى محله طبعا يحس بالفخر. بالنسبة للضفدعة، وترد ضفدعة على أخرى بنقيقها في ضفة النهر، وكأن من نشوة البشرى، من نشوة البشرى، النشوة، إذن الضفدعة النشوة. سنعود إلى السؤال. إذن عدنا الطير البشر، النملة الفخر، والضفدعة النشوة، وقد طبعا قمنا باستخراجها من النص. أعين العناصر التي وصف بها الشاعر وطنه: الظلال، التلال، المراعي، السواقي، المياه، الجبال، طبعا الغابات، العشب. نعم، إذا رجعنا النص فنجد أن الشاعر عناصر وصفها الظلال، نعم، في ظلك الممدود يا وطني، وعلى تلالك تلال، ثم ذكر الجبال، وذكر بمائك المياه، وطبعا وذكر كذلك العشب، وبعشبك الأخضر طبعا المخضري. إذا العشب، الجبال، المياه، ثم ذكر التلال، ثم ذكر طبعا الظلال. أبحث في النص عن العبارات أو الجمل التي تعبر عما يأتي: حب الشاعر لوطنه، جمال وطنه، ما يميز وطنه، ما يرجوه في عودته. إذن حب الشاعر لوطنه: أزداد حبا فيك يا وطني. إذا رجعنا للنص الشعري نجد أزداد حبا فيك يا، نكبروها، أزداد حبا فيك يا وطني. ثم ما يعبر عن طبعا عن جمال وطنيه، عن جمال وطنيه: فعشقت حسنك، أي جمالك دائما، فعشقت حسنك دائما أبدا. وما يميز طبعا وطنيه:
نعم، وما يميز طبعا، نعم سأبحث عنها في النص، ما يميز وطنه طبعا. ها هي: إني رأيت الخير محتشدا ينساب مختارا على مهلي. إذا ما يميز وطنه؟ بوجود الخيرات محتشدة مجتمعة. نعم، ثم عدنا ما يرجوه في عودته. ما يرجوه في عودته؟ ألا يغيب صداك عن أذني. أعيد: ما يرجوه في عودته؟ ألا يغيب صداك عن أذني، ألا يغيب صداك عن أذني. نعم، هنا قالوا لنا أصوغ من كل كلمة فعلا مناسبا. ممدود، الفعل هو مد، الفعل هو مضاعف ثلاثي مد، ممدود فعله مد. منساب فعله انساب، انساب. محتشد فعله احتشد، فعله احتشد. استعمل في جملة ما يماثل التعبير التي: إني رأيت الخير محتشدا، إني رأيت الله في أكوانه، من خلال أكوانه تتبين عظمة الله وقدرته. إني رأيت الله في أكوانه، إني سمعت الحق في قرآنه، إني سمعت الحق في قرآنه، إني رأيت عدل المسلمين طبعا فيما بينهم. ينساب مختالا، طبعا ينساب الماء طبعا عذبا أو فراتا، ينساب الماء من الشلال عذبا، وينساب الماء من البئر طبعا في المجرى المائي عذبا، ينساب الماء في الوديان عذبا. نعم، ينساب الماء طبعا في عذبا.